الترجي هيبدأ أو بدأ النهارده مسيرة الاستعداد بقى بعد ما فرغ من المباراة المحلية. حمدي المذيب يقود رحلة الترجي إلى تونس، وده إلى القاهرة. إلى القاهرة، القاهرة أو إلى الإسكندرية، علشان يبدأ الفريق يضع كل استعداداته لهذه المواجهة. والأهلي بيطلب الكلام ده من في الكاف جريدة الصباح، حتى تجد اللغة لغة تونسية. لغة لذيذة كده، مش بتاعتنا. يعني بعد تلقى مليارات كثيرة من أجل هذا الهدف، وبعدين يقول لك وسيعقد مدرب الترجي التونسي فوزي البنزرتي عشية الأربعاء ندوة صحفية، في الآخر يقول لك إيه؟ وهذا وينتظر أن تتحول جماهير محترمة العدد يعني كبيرة. إلى الإسكندرية مؤازرة فريقها في هذه المواجهة الصعبة التي سيتابعها نبيل معلول مدرب المنتخب الوطني. الوطني. المباراة هتكون مهمة بين شقيقين بمعنى الكلمة. على فكرة إحنا أشقاء ليه؟ سمو الأمير عبد الله الفيصل هو الرئيس الشرفي للناديين. للناديين. الصباح التونسية قالت التشكيلة التي واجهت مستقبل قابس تشكيلة الترجي، يتواجد كل من معز بن شريفة وإيهاب المباركي وخليل شمام وشمس الدين النوادي وعلي المشائي والفرجاني ساسي وزغيلان الشعلاني وفوسيتي كوليبالي وأيمن البدري وفخر الدين بن يوسف وطه ياسين الحنيسي. دي أبرز قائمة أو أبرز الأسماء في قائمة الترجي. وقالت إنه الترجي جاي القاهرة أو جاي اسكندرية بأفضل ما لديه من عناصر. زي ما أشار المهندس عدلي، الأهلي بيطالب الاتحاد الأفريقي برقابة خاصة لحكام مباراتي الترجي، وده المفترض، مفيش هزار. احنا بنتكلم على مباراة في دور الثمانية، لكن ده فاينل حقيقي. وصف الكابتن سيد عبد الحفيظ هذه المواجهة، وكابتن سيد عبد الحفيظ هو الآخر، يعني إذا كان حسام البدري له تاريخ رائع مع الترجي، سيد عبد الحفيظ أيضا كلاعب له الصعود التاريخي للأهلي للمباراة الجون النهائية، الغريب اللي جابه الجون العجيب فيرست تايم من في مسافة شكر طويلة، الواعر. نزلت كرباج ورا ظهره، صحيح، يعني الحقيقة جول لا ينسى. 2001 وقاد يا الأهلي سلام إلى عليك يا النهائي، شارب اللي تفكرنا بيه. قاد الأهلي إلى النهائي. قال الكابتن سيد عبد الحفيظ إنه كما أن العالم العربي ينتظر هذه المباراة، لابد أن تخرج بشكل يليق تحكيميا سواء في مصر أو تونس، لابد من تحكيم رائع. وأضاف سيد عبد الحفيظ أن مباراة السنغال مع جنوب أفريقيا في التصفيات كأس العالم تم إعادتها، أراها خطوة جيدة للغاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في النظر إلى ما يحدث في التحكيم الأفريقي. لحظة واحدة بس عشان في خلط هنا. يا جماعة، هو الاتحاد ما أعادش المباراة لخطأ تحكيمي، أعاد المباراة لأن الخطأ كان متعمدا وثبت تواطؤ الحكم. ايوه، ولذلك أنا لما بتكلم على التحكيم ما بتكلمش على الأخطاء، بقول يا جماعة لما يكون في أخطاء فجأة حققوا قد تصلوا إلى أمور أبعد أوي من اللي في دماغكم. أما تقديس التحكيم بالمنظر اللي احنا بنقوله ده ولنا عودة في هذا الأمر، ده حق يراد به باطل. مباراة الذهاب هيديرها طاقم حكام سنغالي بقيادة الحكم السنغالي مالانج ديبوهو، والمساعد السنغالي جبرائيل، والتاني الحاج مليك، والحكم الرابع ماجد نضاي السنغالي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كريستيال. تم تحديد طاقم تحكيم كاميروني بقى لمباراة العودة في تونس بقيادة أليوم ناينت، وبيساعدوا إيفرست ونجوانج. دول طاقم حكام المباراة الأولى طاقم حكام سنغالي. ده. طيب أنا عايز أقول لهم السنغال عانت الأمرين من التحامل التحكيمي المتعمد. فأرجوكم، وقد يعني اتلسعتم الشوربة، ما تلسعوناش إحنا من الزبادي بقى. ده بص 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 بس انت اشرت النقطة ذكية شوية. السنغال عانت من التحكيم الفاسد اللي كان بيقوده مين؟ ماتابيلا. لا لمبتي. لمبتي، ما هو الاثنين لمبتي. افسد من بعض. الاهلي عانى من هذا اللمبتي، وكان انرامه في ماتش الترجي، بس لم يهتم الاتحاد الافريقي بالتحقيق. هو قال ساعتها ارضاء للناس انه تم ابعاد الحكم. ابعاده ايه يا فرحتي؟ انما بعد كل ده، يعني انت بتتكلم
2010 يعني بعد 7 سنين يثبت انه هذا الحكم فاسد. شوف بعد 7 سنين في واقعة حصلت من 17 واخد بالك؟ برضو تعقب عندما تحقق تصل الى الحقيقة النتيجة، فمش لا تكتفي بمهمة تكون حكم. جد في البحث عن الحقيقة يا سيدي، انت بتوقف الحكم لان في اخطاء فجة، حط كده 5% قد تكون مقصودة او وراها شيء وحقه. هو ده مش هو، احنا مش بشر يعني؟ انت ليه وانت بتتكلم على التحكيم تقول التحكيم بشر؟ طب ما عشان هو بشر حقق. ايوه، هو البشر مش فيه نقاط ضعف وقوه؟ بالظبط. مش فيه هوى؟ اه، حقق. احنا ما نقولكش حاجه. اه طيب، منتخب مصر بيستعد للمباراه المهمه جدا له مع الكونغو. سيبكم من الكذبه الفارغه اللي طلعت وقالت لك الكونغو احتمال ينسحب، كلام لا اساس له من الصحه وما تشغلوش بالكم بيه. لكن كمان محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الاهلي، لما اطلق عليه تريزيجيه اطلقها عليه الكابتن بدر رجب، لانه كان تريزيجيه وهو في الناشئين شايف بدر رجب انه فيه شيء من ستايل تريزيجيه. مين تريزيجيه؟ ديفيد تريزيجيه نجم الكرة الفرنسية له تصريح مهم، تريزيجيه الأصل بقى، شايف الراجل إنه لن يكون أمرا جيدا بالمرة لكرة القدم وعشاقها ومتابعيها حول العالم لو ميسي ما راحش كأس العالم. الراجل تريزيجيه، ديفيد تريزيجيه الفرنسي بيقول لو الأرجنتين مش هتتأهل هتبقى سنة مش حلوة أبدا، ومش هيبقى مونديال لطيف. أصله أرجنتيني. أه هو خد الجنسية الأصل. طبعا، فشايف انه لا يا جماعة، مونديال بدون ميسي سموه حاجة تانية خالص، ما ينفعش يبقى كاس عالم. وده فعلا يعني تخيل ان انت بتروح تتفرج على مارادونا ولا كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا نيمار وما تلاقيش حد منهم، بتتضايق لان بتفقد جزء من متعة انك تتابع تألق متوقع لواحد على هذا المستوى. زي لو تم التصويت على انفصال اقليم كاتالونيا في اسبانيا. والله احنا لو استقل السياسه يا رب ما يحصل. لو استقل اقليم كاتالونيا مش هتبقى الليجا فيها برشلونه. جميله قوي يا ابراهيم، قوي. يعني اخشى عليها من الصراعات السياسيه. يعني هتبقى ايه؟ كاتالونيا بلد؟ طب هتبقى فيها كام فرقه؟ هتبقى اي حته صغيره. هتبقى زي القاهرة كده، زي موناكو. يعني هي حجمها أصغر من القاهرة كمان. لا أصغر طبعا، تبقى إمارة صغيرة. معرفش بقى، أنا ماليش إن أنا، بس هيفقد يعني الصراع التاريخي ده، مش هيفقد عارف هيفقد الدوري الأسباني. لكن إحنا كل اللي يعنينا الكورة. أيوه، أن يبقى الصراع بين برشلونة. عشان خاطر ميسي وبرشلونة أجلوا الموضوع شوية. رابطة مشجعي النادي الأهلي في فلسطين برضو من جهودها الحقيقة بقيادة، خلي بالك أنت قلت نقطة جميلة قوي. بدر رجب كان بيسمي كل لعيب اسم عشان يحفز الناشئين دول. فمحمود تريزيجيه اسمه تريزيجيه على تريزيجيه. كريم ندفد على اسم ندفد. بيكم على اسم يعني. لو حتى اللعيبة التانيين يعني الكهرباء، كان هو شايف انه عنده كهرباء زياده في حركته. ايوه، لا كان فمسميه. ايوه، انما الاسماء اللي على رموز دي دي حاجه حلوه. يعني انا النهارده مؤكد ان كابتن طاهر ابو زيد بيعتز قوي ان الناس مارادونا النيل. يعني اي حاجه زي كده بتدي لك ايمج عند الناس. بتخليك في صوره معينه. فطبعا كان ذكاء في التعامل النفسي مع الناشئين ان تشدهم لقدام. زي كابتن خالد بيبو، ما هو في السويس سموه خالد بيبو. وبقى معروف بخالد بيبو تيمنا بالخطيب. طبعا. رابطة محبي ومشجعي الاهلي في فلسطين بقياده او المتحدث الاعلامي فيها الصديق العزيز اسامه عمر، ايضا بيوسع نشاط الرابطه في حيث انها تكون في علاقتها مع مصر بتحاول تفيد الرياضه الفلسطينيه بكل الخبرات المصريه. اسامه عمر في حضوره الكتير للقاهرة وحرصه على تفعيل هذه العلاقة الطيبة جدا للأهلي مع جماهير فلسطين كلها، حرص على توطيد العلاقة في تبادل الخبرات الرياضية الطبية فيما بين الاتحاد الطبي الرياضي الفلسطيني، يستعين بخبرات وإمكانات الاتحاد المصري للطب الرياضي بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عراقي حسن، علشان يمد الطب الرياضي المصري الأشقاء في فلسطين بكل ما يحتاجونه.
زي النهارده، لكن سنه 1983 في 11 سبتمبر 83. ما دمنا بنتكلم على امجاد الاهلي التاريخيه، لابد ان نتذكر فوز الاهلي على كانون ياوندي الكاميروني 5-0 في دور ال 16، كانت لبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري في مسماها القديم. سجل الاغوان زكريا ناصف 3، وكل من المجري مصطفى عبده وخالد جد الله هدف. نفكركم 5-0 للاهلي على كانون ياوندي زي النهارده عام 83. مدحت علاء ميوب، مصطفى عبده يشوط من بعيد، حلوه يا سلام يا سلام يا سلام من بعيده، برافو يا مصطفى، لمح الجول وهو بره، صلاح حاططها لب من فوقيه، الجول اهو ده معلش يا بيبي، الجول بره، شوف من فوقيه ما يلحقهاش وتعدي وتصب في الجول، حلوه حلوه حلوه.